ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم قناة هيد بي مي تو وين، ومع فيديو جديد اليوم الجمعة 9/12/2022، ومع منصة الجو ترانسكريبت. منصة الجو ترانسكريبت منصة بتقوم بتحويل الكلام اللي بيتقال الى نص بيكون مكتوب، وبتاخد حوالي 60 سنت في الدقيقة الواحدة، بدايتك من اول $100، ومع زيادة تقييمك هتصل الى الحد الاقصى وهو $1215 على هذه المنصة. في البداية هسجل دخول عادي جدا ساين اب وبدون تفعيل اي حسابات، وبعد كده بالذهاب الى اسفل الموقع بالشكل ده كده هتلاقي كلمة ورك اللي هي العمل، اضغط عليها هيفتح لك صفحة، والصفحة دي فيها فيديو، والفيديو ده بيقول لك هاو تو جوين، وبعد الفيديو هيبتدي يعمل معاك اتفاقية ويقول لك انا هديك حوالي 60 سنت في الدقيقة الواحدة، وهبتدي معاك من اول $150 الى التوب مانثلي ايرنينج الى $1215. وبالضغط على كلمة الابلاي ناو الموجودة قدامنا في الشاشة هتلاقي وحدد لك اللغات زي اللغة الاسبانية، اللغة الروسية، يابانية، فرنسية، واللغة الانجليزية. حدد اللغة الانجليزية اللي احنا شغالين عليها، لو انت معاك لغة تانية بيكون شيء هيكون مميز. هتلاقي هنا حاجة اسمها جايد لاينز وجميع القواعد المنظمة، وهتلاقي فيديوهات في صندوق الوصف تشرح الجايد لاينز كاملة بجميع القواعد المطلوبة منك، سواء في الامتحان او سواء في كتابة التفريغ الصوتي في التاسكات بعد كده. ناتي بعد كده الى امتحان الام سي كيو اللي هو الامتحان الكويز. فطبعا ناخد بالنا كده من السؤال الاولاني، ان انت اهم حاجة ان انت تجاوب ال10 اسئلة بشكل بيكون سليم عشان يحولك للامتحان التاني تلقائي. فالسؤال الاولاني بيقول لك هاو شود يو ترانسكرايب سبوكن كونستراكشن. ده من سبوكن كونستراكشن بيتم التفريغ الصوتي للسبوكن كونستراكشن تمام زي ما هي، زي كلمه دونت، زي كلمه اتس، زي كلمه كانت او انت او يو ار، تمام، ان كلين فيرب تام، وبالتالي هتبقى عنها كلمه هتبقى الاجابه هي البي، هتبقى زي ما هي، يبقى دونت او اتز او كانت او ان تي طبعا، فهتبقى كده. ولكن هتكتب كلمه يو اول، لا طبعا ما تكتبش كلمة you all. are not، لا طبعا. can not، don't، do not، do not، it is، لا طبعا، لازم الابوستروف اس، ابوستروف تي او الابوستروف اس في it is. وبالتالي الاجابة السليمة هي الاجابة هي ال B. ناتي بعد كده للسؤال التاني بيقول لك which is the correct format according guidelines. يا جماعة اي سبيلنج لكلمة موزمبيق فلازم تكون بالناقص، يعني القاعده بتقول لك ان اي سبيلنج لازم يكون بالناقص، اندر سكور لا، على علامه الاقوى بين ده لا، طبعا لازم تكون بالناقص، وخلي بالك ان لازم يبقى في دبل كوتيشن. يعني هنا الاجابه السليمه هنا هي الاجابه هي السي والدي، بس الدي مش فاتح دبل كوتيشن زي تمام، لكن هنا فاتح دبل كوتيشن في السي، وبالتالي الاجابه السليمه هي السي، فهي هتبقى شي كيم تو مي اند سيد كوما. طبعا خلي بالك بدايه الجمله بتكون كابيتال، وبعد كده كاما، وبعد كده افتح دبل كوتيشن، البدايه بتكون كابيتال في كلمه ايام، ايام فو موزمبيق، وام على موزمبيق، وام على السبيلنج بتاعها، وام حط الدوت، وبعد كده قافل بالدبل كوتيشن، وبالتالي دي الاجابه السليمه الوحيده الموجوده، هي الاجابه هي السي. بعد كده السؤال التالت بيقول لك if there is a name or surname you can't make out due to speaker manner of speech what do you suppose to do. لو حاجة أو مقطع أنت مش واضح أو بالنسبة لك أو لهجة مختلفة شوية ومقطع بسيط، فهتكتب كلمة unintelligible وبالأقواس الزمنية اللي بتكون بولد واللي بتكون بهذا الشكل، فهي الإجابة هي ال B، وهي mark it is unintelligible، وافتح الأقواس الزمنية. بعد كده السؤال الرابع بيقول لك ذا examination الامتحان will consist نقط تو سيكشن، هيبقى consist of يتكون من، تمام. بعد كده السؤال الخامس if you can't understand something what you do، what you do، انت هتعمل ايه لو انت مش قادر تفهم حاجه. احنا قلنا لسه قايلينها من شويه ان انت هتعلم على كلمه unintelligible او unaudible لو هي موجوده، وبالتالي اقواس بتكون بولد والاقواس بهذا الشكل، الوحيده اللي بولد بالشكل ده فيهم هي الاجابه هي الايه، فيبقى الايه هتبقى mark this word as unintelligible with a specific time unintelligible with a specific time في الثانيه 13. بعد كده السؤال السادس how should you address direct quotation. بداية الجملة بتكون كابيتال زي كلمة قال هي هي سيد، وبعد كده حط قمة ما بين الجملة الأولى والتانية، محطش قمة في الدي ولا في الاي ولا في البي، فتح دبل كوتيشن وقال I am from Pakistan، وحط الدوت وقفل دبل كوتيشن، الإجابة السليمة والواضحة هي الإجابة هي السي. بعد كده السؤال السابع بيقول لك what should you do if you can't identify who exactly is speaking، وانت لو انت مش قادر تحدد بالظبط مين اللي بيتحدث حط علامة تعجب، علامة استفهام
علامة استفهام قبل اسم المتحدث، اسمه ديفيد، اسمه سبيكر واحد، سبيكر اتنين، سبيكر تلاتة، ولكن حط علامة كوتشن مارك قبل المتحدث، فهتبقى الإجابة هي البي، وهي يوز سبيكر ليبل بات ويز كوتشن مارك بيفور، فور اكزامبل كوتشن مارك سبيكر 1 كوتشن مارك سبيكر 2 اتسترا، زي طبعا الأخ. بعد كده السؤال الثامن بيقول لك ايه؟ بيقول لك if there is a combination of single digit number and its numerical number as the same sentence I have one pen and 15 pencil how تكتب ازاي؟ فهي تتكتب عشان تبقى ريلابيلتي عالية، تبقى I have one pen and 15 pencil this way improve reliability since 1 and 15 are in the same main line. وبالتالي الإجابة السليمة هي الإجابة هي C. الناس تانية هتقولي طب الإجابة دي اللي هي عايزين نتأكد من السي، طبعا كل الإجابات اللي أنا قلتها أو جميع القواعد هتلاقيها موجودة هنا. وتعالوا إلى النمبر، قاعدة النمبر هي قاعدة 20، فهي قاعدة بتقول لك اسبيل أول سيجل ديجيت نمبر يوز نيوميريكال فور أول نمبر 0 9 10 أند سو أون. وخلي بالك هنا من حتة هنا جزئية مهمة اللي هي موضوع الكومباينيشن اللي اتكلمنا عنه، if since combination small من 0 9 and large number من 10 إلى ما لا نهاية transcribe all number in numerical. دي القاعدة بتاعتها زي ما احنا عاملين بالظبط. بعد كده السؤال التاسع بيقول لك if speaker made a grammatical error in the sentence I saw one children how would you transcribe it؟ قلنا إن أي أخطاء لغوية أو قواعد نحوية ما تعدلش فيها، فزي ما هو قالها بالظبط زي ما هو قالها هنا هتكتبها اللي هي I saw one children. السؤال العاشر بيقول لك I have نقط and نقط، فهي 1 دولار و10 جنيه استرليني لان الاثنين في السيم لاين، يعني تمام مفيش ادنى مشكله. ممكن تتكتب 1 يو اس دولار، هنا من 1 ل 9 تتكتب 1 2 3 4، ولكن من اول 10 ما لا نهايه تتكتب ارقام يعني 10 بش باوندي. فدي الاجابه سليمه ودي الاجابه صح، فالاجابه هي الاي والسي، دول اجابات بتكون سليمه. وبالتالي تعالوا نعيد تاني الامتحان. السؤال الاولاني الاجابه هي البي، السؤال الثاني الاجابه هي السي، السؤال الثالث الاجابه هي البي، السؤال الرابع الاجابه هي السي، السؤال الخامس الاجابه هي الاي، السؤال السادس الاجابه هي السي، السؤال السابع الاجابه هي البي، السؤال الثامن الاجابه هي السي، السؤال التاسع الاجابه هي الاي، السؤال العاشر الاجابه هي الاي والسي. اضغط على كونفيرم يبقى انت كده اكدت الامتحان بتاعك. بعد كده حاجبتك 100% هيحولك للامتحان الصوتي، وده النص الثاني والاخير من الامتحان. خلي بالك النص اللي انا هسيبه لك لازم انت تشيك عليك، تشيك شويه على النص اللي انا هسيبه لك، والاقل حاجه بمنصه اوفيس 365 اونلاين او بالاوفيس العادي اللي عندك في البيت، ان اي اخطاء املائيه دوت في نهايه الجمله، لو في سؤال يبقى في كوتشن مارك علامه استفهام، لو في دبل كوتيشن افتح دبل كوتيشن، طبعا الحاجات دي كلها هتظبطها من خلال الاوفيس، ما تاخدش النص كوبي بيست كده على طول. نيجي للامتحان الصوتي، هو عايزه طبعا في صيغه اسمها الكلين في البطام وزاويه تايم ستامب، انا مش عايز اي اقواس زمنيه، وفي صيغه الكلين في البطام. ولو جينا هنا للكلين في البطام هتلاقي هنا كاتب لك تمام موضح لك الكلين في البطام من النص اللي هيحتوي على السبيتش اير والفوسطات والسطر والبديشه والفيلر وورد والسلانج وورد، وانا عامل لك فيديو مخصوص لشرح القواعد دي موجود في صندوق الوصف. طبعا هنيجي الامتحان الصوتي وهنعمل كليك يمين واعمل سيف اوديو الاز، ابتدي احفظ الملف ده على الديسك توب بتاعي، حطيناه في الداونلود وهنسميه مثلا اليوم 9/12/2022 وهنعمل سيف لهذا الملف تمام. واحنا بعد كده هنستخدم منصة تستخدم الذكاء الصناعي في موضوع التفريغ الصوتي، وهي منصة الأوتر، في منصة جديدة يعني في منصة كمان على نفس هذا السياق، وهي منصة مين؟ وهي منصة اسمها الإيديتور الفليكسر دوت كوم تمام. وطبعا ده منصة جديدة اللي حابب يستخدمها يستخدمها مفيش أدنى مشكلة، ولكن دي منصة موجودة معانا للبس الحسابات. طبعا منصة فليكسبل وزي حشرتها من شوية ومنصة اللي هي القطر، ولكن طبعا مفيش أحسن من منصتين. فليكسبل فيها أخطاء كبيرة جدا وبالتالي بيتم استبعادها. أفضل منصات لعمل التفريغ الصوتي هي منصة القطر ومنصة السونيك، دول أفضل منصتين على الإنترنت حتى هذه اللحظة. طبعا من المنصات اللي بتديك مجاني، ولكن المنصات المدفوعة والأفضل وهي أوفيس 365 أونلاين، ده منصة مدفوعة وبتديك نتيجة أعلى بكتير. ولكن خلينا في منصات بتديك جزء مجاني زي القطر والسونيك، هتساعدنا بشكل كبير جدا ونتائج ممتازة جدا جدا جدا. طبعا بعد كده نعمل امبورت للملف ونعمل ابلود للملف الصوتي بتاعنا ونعمل سيلكت، وبعد كده نستنى يعمل ابلودنج
وبعد كده ايه مع عمليه ترانسكريبشن لملف، اي تفريغ صوتي لملف. هنستنى دقيقه او دقيقتين وهنعود اليكم، ولكن بعد الفاصل تتابعونا. اهلا وسهلا بكم من جديد. بعد كده بضغط على كلمة جو تو ترانسكريبت بحيث يودينا الى الملف اللي تم تفريغ الصوت الخاص بيه، ونيجي هنا بالنسبة للقطة ونسمع ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا النص ده قديم، احنا تابعناه قبل كده، ولكن هنسمعه تاني مع بعض. This audio is used for the transcriber test on Go Transcript. Retired former Santa Fe locomotive number 5704 was recently cosmetically restored to its eye-catching patriotic mid-70s bicentennial red, white, and blue color scheme. 5704 was one of five of GM's 3600 horsepower SD45-2 locomotives painted in this unique style. These locomotives helped with the operation of the American Freedom Train, as well as special events such as the 1976 grand opening of the 50 million buck Barstow Classification Yard in Southern California. In other railroad news, the unmodified LA Railway streetcar number 665 was delivered to the museum in Harris, started its service in March 1911 and was retired in 48. A movie mogul 20th Century Fox bought it and immediately put it to good use as a prop in such deathless classics as The Keystone Cops Meet the Three Stooges or some such nonsense. Actually, to be honest, I couldn't find any actual names of movies the streetcar was in, so I just made that up. I'm not making the next part of this. Although, as usual, the Brits muddied the waters by stating the radius in chains. One chain equals 66 feet, according to them, which makes the story of Ebenezer Scrooge and his pal Jacob Marley even more interesting. Do you remember when Jacob came to visit Ebenezer? He told him, and I quote, "I wear the chain I forged in life." So, does that mean his chain was 66 feet long? That seems pretty heavy. Dickens didn't say what the chain was made of, but you'd have to assume it was some kind of metal since it rattled a lot. If they'd been made of copper, Jacob would have been pretty well off ghost, since copper these days is worth a pretty penny. Ironic, since U.S. pennies are made of zinc coated copper, yet 9 out of 10 people seem to bend over to pick them up off the street. Well, carpe diem, this is what it is. I don't know about you, but I'd be happy to take anything that might want to give me for free. You can always do it to the poor and the millennials. Back in the 70s, though, 70 pennies would have been a pretty good deal. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. طبعا النص ده طولناه قبل كده في حلقة سابقة، ونص بيكون سهل جدا. طبعا هسيب لك نسخة ان شاء الله موجودة في صندوق الوصف. طبعا مش تنسى انك تاخد النص الموجود وتشيك عليه من خلال الاوفيس لو في اخطاء املائية ولا حاجة. لو في طبعا ده ترجمة بتكون كابتة لانها بتحط دوت في النهاية في الستوب. خلي بالك من الحاجات دي كلها، مش محتاج توقيتات زمنية. صيغة الكلمة في بطام، الكلمة المتعدد بيتحذف. تمام، وتابع القواعد الموجودة في صندوق الوصف هتفهمك بشكل كبير جدا الدنيا ماشية ازاي. لازم نتعلم الأول ونفهم القواعد الخاصة بجايد لاينز في البداية قبل ما تقدم وتحل الامتحان. ومش تنسى ان انت تكتب كل شيء هنا بالنسبة للنص بعد تعديله. مش تنسى في النهاية ان انت تضغط على كلمة send it for review بعد لما تخلص. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.